من الدبكه ماست جو اون للدبكه فيفر بتنظم جمعيه جبلنا كمان هالسنه مهرجان او اليوم الوطني للدبكه بكره 26 اب مش بكره؟ عفوا 2 ايلول 2 ايلول بعد اسبوع بعد اسبوع ولكن التحضيرات بلشت من زمان. رئيسة جمعية جبلنا هي ضيفتنا ست يولا نجيم. اهلا وسهلا فيك ست يولا. اهلا فيك نورة بالابيض. ميرسي على كل حال على استقبالنا وبدي اشكر الام تي في لان هن اللي عملوا لنا الدعايه اللي كثير حلوه اللي عم تمرق على كل بتذكر انطلقتوا من عنا بهالحدث وتعودنا تطلع علينا كل سنه حتى نحكي مزبوط. عن كل تفاصيله وكل سنه هالحدث عم بيكبر وعم بيتنوع اكثر وعم بيجوا زواره من كل المناطق اللبنانيه وحتى من خارج لبنان لانه هالقد مهمه اولا لتراثنا ولهويتنا الدبكه وهالقد بتجذب السواح. نحن كنا حابين نعمله لانه كل المهرجانات عم بتصير بشهر اب تموز واب تموز واب لانه بكون في كل المغتربين بس نحن لانه بنشتغل كثير على الزراعه وبيع الانتاج ما بيطلع عنا المونه غير لايلول مشان هيك نحن دائما دائما المهرجان باول ايلول لنفتح مجال لكل المزارعين او المشاركين معنا نعم. بالعرض يكونوا جاهزين وحاضرين هيدي بخصوص الانتاج. هلا بخصوص الدبكه هيدي رابع سنه مثل ما قلنا بالاول نحن كنا مهرجان للبيئه صح انطلقتوا بال 2001 مهرجان لتشجعوا المنتجات المحليه مزبوط كان اول مهرجان بلبنان اصلا من هالنوع وبعدين تطور صار يتعاطى مع البيئه وبعدين لما بلشنا الدبكه وما عدنا نقدر نوقف الدبكه فصلنا نهار صرنا نعمل نهار للبيئه ونهار للدبكه وهيدا النهار دائما بايلول بيكون مهرجان اليوم الوطني للدبكه نعم. نهار البيئه كان بايار بايار وهالسنه ضويتوا على الصحه من خلال النباتات العطريه مزبوط بعدك فايقه العافيه بالنباتات البريه وان شاء الله السنه الجايه بيكون عندنا غير موضوع كمان لان كل سنه بننقي بين الطيور والعائده. هلا السنه للدبكه غيرتوا اسمها اولا من الدبكه ماست جو اون لانه كنا مفكرين بالاول نعملها نهار سبت بقى لنا بنسميها ساتردي فيفر ساتردي دبكه فيفر بس رجعنا فكرنا انه في كثير ناس بتشتغل نهار السبت وفضلنا نخليها نهار الاحد كموعد انه يطلعوا الناس ما عندهم شيء بدل ما يروحوا يتغدوا بمطعم او يروحوا هيدا بيجوا لعنا بيتغدوا وبيكون نهار مخصص للعائله كلها بينبسطوا بيفرحوا بيدبكوا وبيرجعوا على بيتهم وبيرجعوني معهم بقى الدعوة عامة أكيد لكل الناس ومثل العادة عندنا بروجرام بس السنة مكبرين شوي البروجرام بالعروض عندنا كمان مسابقة مثل هذيك السنة كانت المسابقة أحلى وصلة دبكة بدقيقة وفتحتوها لكل المشاهدين والمواطنين اكيد لانه هي مش للفرق المحترفه نعم. يعني فيهم يشاركوا اكيد بس هي الفكره انه نترك المجال لكل الناس تقدر تشارك بالمسابقه والسنه عاملين مسابقه كمان كثير مهضومه اسمها مسابقه ارتجاليه يعني بدهم يطلعوا في موسيقى على في مزمار وطبل وهذا بيعطوا الموسيقى لايف ميوزك على الستيج لمده معينه ايه وبيطلعوا بيعطون الموسيقى بدقوا الموسيقى وهن لازم يرقصوا ارتجالي حسب شو عم بيسمعوا اكزاكتلي ارتجالي عليها حلو كثير بقى يعني هيدي بترجع لاصل الدبكه يعني هيدي ما بدها تحضير ما بدها بس احساس ونتبع البيت اكزاكتلي حلو يعني مشان هيك رح ينقوا احلى افضل دبيكه عندهم ليكون في شيء يعني مشان هيك قررنا نرجع على اصل الدبكه اللي ما في كان فيها بالاساس كوريغرافي يعني كانت ارتجالي بالاعراس اليوم في انواع دبكه اكيد ودبكه خاصه يمكن بعده مناطق بلبنان رح نفرجي في تابلو رح يكون عن دبكات من مختلف مناطق لبنان نعم. كان رح يصير في كمان اوماج لكل نصر شمس الدين وديع الصافي كمان عمالقه الفن اللبناني مزبوط ورح يكون في تابلويات مع الفرقه الارمنيه عن جورجيا ارمينيا ورشا بس لنفرجي انه يعني شيء جديد مش معناتها انه هيدا هو نهار الدبكه اللبنانيه يعني بس مش معناتها انه في رقصات من خارج لبنان كثير بتشبه وقريبه من دبكتنا بس لنفرجي للعالم ليكون كمان انه عم بيستفيدوا من هالنهار ليشوفوا شيء جديد ويتعلموا شيء جديد وهيدا فاذا هالفرقه اجنبيه ست يولا يعني فرقه روسيه وفرقه ارمنيه لا لبنانيه فرقه عم بيقدموا نهار رقصات بس لنوضح
فرق أرمنية من لبنان هي اللي عم بتقدم هدول الرقصات. حلو. وبعدين أكيد عنا حلقات تعليم للولاد بجنيني يعني مكرس كل النهار وللكبار. بدنا يعني نحكي عن تفاصيل برنامج النهار الطويل، بس خلينا نشوف فيديو حتى نشوف بالصورة كيف بتكون الأجواء بهالمهرجان المميز. It has always been. We came from Brazil, so it's always been a great part of us, and I'm glad that we got the chance to come live here and experience it even more. Dabki was founded first when people wanted to build houses on Throb, and they had to come together to build a house. So they started like something like that. I don't know, it's historical. Yeah, it's true. أنا بعتبر هذا النهار يوم تاريخي، لأنه هذا المهرجان الوحيد اللي بيجمع كل الطوائف وكل المناطق اللبنانية من جميع أنحاء لبنان. أنا بتمنى كل سنة إني أجي لهون عن جد، لأنه بعتبره من أهم مهرجانات بلبنان عم بيصير. I'm really enjoying the fact that so many people are together here today that have come from so many different areas here in Lebanon to experience it, the food, the family time, the culture, all those good things. And also looking forward to seeing how this festival continues to grow and represent Lebanon well. المهرجان بهمنا انه كل الناس تتعلم الدبكه، لانه الدبكه هي تراث وطني، وبذات الوقت هذا بتشجع المنتوجات المحليه وكل البضيعة المجاوره لمصر الشيء تبيع منتوجاتها ونشجع اقتصادها. وبعد مناقشات كتير قليلة مثل ما عم نشوف أجواء رائعة ست يولا، وأثبتوا من خلال هالحدث أنه الدبكة مش لمنطقة معينة بلبنان ولا لفئة معينة، الدبكة بتجمعنا كلها من كل المناطق اللبنانية. إجوا وشاركوا وانبسطوا وشافوا حالهم برقصتنا الوطنية. بتعرفي شو، لما بتمسكي إيدين حدا ما بتقعدي تعرفي. صحيح. يعني ما في شيء اسمه انتماء، بدك بس ترقصي ما بتعرفي مع مين، ما بتعرفي مين ماسكي إيده، من وين جاي، من هو، أنه في بس نوع من الانتماء والفرح عن جد يعني هيك. وبعدين مسأبنا كمان انه نحن بضيعه كثير حلوه، وفي كمان رحلات مامنه للمحميه لنزور غابه ارز المعاصر، بقى في مثل خلطه يعني. اول شيء بجبل حلو بمنطقه حلوه، مناخ حلو، بلا تلوث، ومأكولات طيبه، ودبكه وفرح، موسيقى يعني حلوه عن جد يعني. في ونهار احد فرصه، اي، ودعوه عامه يعني، مش انه كل محل فيك تروحي كمان تستفيدي من هيك نهار من دون ما يكون انه كلفيه باهظة على العيال وعلى هيدا. يعني في خلطة ونهار عن جد كتير حلو. نحن ما عنا أي طموح، يعني مش إنه طموحنا نعمل شيء غير شكل، نحن طموحنا بس كل هاللي جاي لعنا ينبسطوا وتجمعوا الناس وتضوا على هالرأس اللي هي يتعلم هي على القليلة بتشكل هويتنا وتراثنا. مزبوط.
يتعلم نهار يعني دبكة واحدة ويرجع للبيت عن جد حامل فرحة بقلبه. يعني هذا الهدف تبع هذا النهار وعم بتحققوه سنة ورا سنة. والدليل هو إن السنة الماضية جمعتوا أكثر من 10,000 زائر من كل المناطق اللبنانية وحتى من خارج لبنان. وإن شاء الله السنة بيجينا أكثر كمان. النقل كيف مأمننا لعندكم ستشولا؟ منستاركو مثل العادة, منستاركو من الدمور. الدمور منحطه مشان اللي جاي من منطقة الجنوب كمان يقدر يترك عربيته تحت يوقفها بالدمور ويطلعوا بالبواسط. هلا ليه منحط البواسط؟ لشغلتين, للتلوث انه منوفر عربيات, صحيح, وتاني شيء لينبسطوا الناس بالمشوار لانه هيك ما بقعدوا عتلانين. يعني بتبلش اجواء الهيصه بالباص عن جد يعني اهضم بيوصلوا عم يرقصوا اكزاكتلي. والباصات صغار 30 شخص يعني مش انه شيء, هي دول تبع كونكس وبيطلعوا في كل ساعه ديبار يعني من 10 ل 11 12. يعني ما يعتلوا هم الناس انه روحوا اول باص ما بيقدروا يلقطوا. للنشاطات والرقص طوال النهار من الظهر للساعة 9 بالليل. نعم, بدنا نحكي عن برنامج النهار شوي. في عدة مسابقات والفرصة مفتوحة للكل مش بس يحضروا الرقصات على أنواعها, في انتراكشن, في يعني في مشاركة, رح يرقصوا في ورش أكيد. عمل للكبار وللصغار. السنة غير عن سنة الماضية, هذيك السنة كنا عاملين ستيج واحد كبير. لاحظنا انه مع ستيج واحد كبير عم بيتجمعوا الناس بفرد محل وما عم بيستوعب كل العالم. بقى هلا عاملين 2 ستيج, واحد باول السوق واحد باخر السوق, والدبيكي يعني بيعملوا شو بيمرقوا بقلب السوق بيرقصوا العالم وبيرجعوا بيروحوا على تاني ستيج بيعملوا عرض تاني. يعني رح يكون في مثل يعني مجال لكل العالم تدبك لانه كانوا محوكمين هذيك السنه بفرد محل وما عاد يستوعب يعني زيت المحل. هلا بجنينه البلديه بجنينه الضيعه عاملين كورنر للاولاد اكيد ليتسلوا ولعبوا نشاطات للاولاد. بس في اساتذه موجودين هنيك كل النهار لتعليم الدبكه للصغار. حلو, يعني كل الصغار لكل الاعمار بدهم يرجعوا بيعرفوا واحد با. والكبار كمان فرصه لهم تيتعلموا. يعني انا اول وحده رح بلش بالدرس لانه كل سنه بقول السنه كل هالسنين وبعد ما بلشتي كل هالحماس والاندفاع. بتعرفي شو كل سنه, لا اكيد بعرف هلا السنه الماضيه كان عندك زار فيك بنتفهم بعرف كل الاساسي, بس كل سنه بقول هلا بدي ما بدي اقوم من الساحه. واكيد لما بتكوني بالتنظيم بيبقى مشغوله ب 100 شغله, بس مش هيدا المهم. على كل حال انا عن جد السنه كمان بس لهيدا بلشنا السنه شغله جديدة. إن شاء الله سنة الجاية بتتطور أكثر. سميناها شوف دبكة ويكند. نعم, رحنا اتصلنا بالمطاعم والأوتيلات بيوت الضيافة الكامبينج بكل الشوف, وبهيدا المناسبة هيدا الويكند بيعطوا خصومات أو عروض. حلو, خاصة لكل اللي جايين خاصة للويكند اللي حابب يبقى ليلة أو أكثر. وحصرنا كل شيء في اكتيفيتيز معموله بالهيدا, في مشوي بالباروك, في كونسرت بمعاصر الشوف لفرقه وحدون, سهره طرب, وفي نهار الدبكه. يعني كل اللي طالع على الشوف عنده كمان شيء يعمله كل يوم, وبيلاقوا كل هيدا على فيسبوك جبلنا بيلاقوا او محميه ارز الشوف بيلاقوا كل العروض تبع كل الاوتيلات اللي بحبوا يطلعوا عليها. والدعوه مفتوحه للكل مش للمحترفين, يعني كل أبداً. شخص عم يحضرنا بحب رقصه الدبكه وبيحب يجرب او يتعلمها. بس عروض معموله من أكيد. فرق أكيد. المحترفه والمسابقه اللي فيها جوائز للجميع لاي شخص بحب الدبكه. جوائز ماليه مهمه يعني. وهلا يمكن عندنا فيديو صغير عن كوريوغرافر مازن كيوان, موجه له تحيه كثير كبيره لي دعمكم اكثر من سنه. مازن معنا باللجنه الحكم. خلينا نشوف رسالته. مع انه الدبكه هي رقصه جدودنا انتقلت لنا من جيل لجيل بطريقه عفويه وارتجاليه من خلال اعراسنا المناسبات والاحتفالات على انواعها. السنه لجنه مهرجان جبلنا قررت انه تقدم جائزه لافضل فريق دبكه رح يرقص على موسيقى حيه على المسرح مباشره بطريقه عفويه ارتجاليه وبانسجام تام مع الموسيقى لاعاده احياء سحر الدبكه التقليديه بروح واجساد الجيل الجديد. مشان تشتركوا بهالمسابقه ابعتوا اسم الفريق وفيديو ما بيتعدى الدقيقه الوحده على عنوان الصفحه اللي عم تشوفوها على الشاشه. على معاصر لقونا
جبلنا عامل مهرجان، كونوا كتار وحمسونا، نحن دبيكة لبنان. نعيماً لمازن الشعرات وكثير لبين اللي ما عرفته بالأول، تحية لإله. الأجواء رح تكون أكثر من مميزة، دعوة مفتوحة. وأنا عن جد بحب أشكر كل اللي ساعدونا، يعني من أولهم أم تي في على الدعاية اللي قدموا لنا إياه، والمواكبة تبعولهم على طول، وأكيد كل لجنة الحكم، كل الفرق اللي عم بتشارك معنا، يعني كل العالم، البلديات، بلدية معصر شوف، الوزارات، محمية أرز شوف، يعني كل هدول الناس، لأن ما فيك تعملي مهرجان هالقد مهم وهالقد مشاركة. احنا عن جد جمعية صغيرة كتير، ويكون هالقد مهرجان كبير من دون المشاركة تبع الجميع. وتحية لإلك ستيوليا، بعرف إنك تتعبي كل السنة لإنجاز هالحدث، ودعوة لإلكم مشاهدينا كونوا كتار، لأنه بالفعل النهار رح يكون كله فرح، حماس وحركة. ما ترحوا عليكم، أهلا وسهلا فيك. يا ريت بتشاركي معنا شي نهار إن شاء الله. يا ريت إن شاء الله. اثنين الشهر الأحد، 2 أيلول، كونوا على الموعد. وقفة قصيرة مشاهدينا، وحلقتنا بتكمل مع بي بوزيتيف، خليكم معنا.